لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النفقات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. كذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قال: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، وكذلك نفقة الولد. والإمام البخاري رحمه الله استنبط ذلك الأمر أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك أو رجل شحيح، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف، أي أن تأخذ من ماله بالمعروف في غيابه، يبقى بتأخذ من ماله في غيابه. لذلك قال: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، يبقى هو غاب عن المجلس، وأنها استفتت في هذه المسألة وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا، أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف، بالقدر المتعارف عليه، بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. فرد ذلك الأمر إلى العادة، رد ذلك الأمر إلى العادة. وهذا الأمر بيعتبر هذا العرف الأمور التي لم تحدد عن طريق الشرع، لم تحدد عن طريق الشرع. الشرع لم يأتي وقال أن نفقة المرأة أو الزوجة على زوجها بمقدار كذا، ولكن مرجع هذا الأمر إلى العرف، فهذا عرف لا يتناقض مع الشرع، والشرع لم يأتي بتحديد، فمرد ذلك إلى العادة وإلى أعراف الناس. لذلك قال: لا، إلا بالمعروف، أي أن تأخذ من ماله بالمعروف، أن تأخذ من ماله بالمعروف، يبقى قدر يحدد. وده بيرجع إلى الحالة الاجتماعية لشأن هذه الأسرة، بيرجع الشأن الاجتماعي، وأن هذا يبقى تأخذ بالمعروف، يبقى هذا البيت غير البيت الآخر، يبقى ده المعروف عندهم ما تعرفوا عليه، ما جرت به العادة، وغير ما جرت به العادة والعرف عند هؤلاء. ولذلك قال: لا، إلا بالمعروف. يبقى أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في غياب أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يبقى في غيابه وما كانش حاضر لذلك المجلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف على ما قالت ولم يطلب منها بينة، لكنها فتوى، وبالتالي مرد ذلك إن كان تقديرها تقديرا صحيحا يبقى مرد ذلك إلى العرف، أن تأخذ من ماله بالمعروف في غيابه دون استئذان منه، يبقى تستكمل هذه النفقة، وبالتالي نفقة الولد لأنها طلبت ذلك أيضا لأولادها، فهل عليها حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، يعني لم تستأذن الزوج في ذلك، فله نصف أجره. يبقى طبعا المسألة مقيدة غير مفسدة لمالي، يبقى مر علينا هذا الكلام، وأن الرجل يثاب بما أنفقت المرأة
أو بما تصدقت به المرأة من مال زوجها، ولكن بهذا القيد هو عدم إفساد المال، عدم إفساد مال الزوج. يبقى جاز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لذلك المال. مال الزوج عند ذلك له أيضا الأجر، له الصدقة في ذلك أو الثواب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب عمل المرأة في بيت زوجها. باب عمل المرأة في بيت زوجها. ذكر في رواية عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو لي ما تلقى في يدها من الرحى، ولغى أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. قال: فهو خير لكما من خادم. قال: عمل المرأة في بيت زوجها. وده الشاهد من الكلام، وجرى العرف بهذا الأمر أن المرأة الزوجة تقوم على خدمة الزوج من طهي الطعام وتنظيف الثياب والبيت لغير ذلك. يبقى هل يا ترى وجوبا على الزوج أن يأتي بخادم للمرأة؟ يبقى جرت الأعراف والعادات على أن المرأة تقوم بخدمة الزوج في بيته، وبالتالي عمل المرأة في بيت زوجها ويبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هل لابد أن يشترط ذلك في عقد النكاح؟ عقد النكاح ده يستمتع فيه الرجل بالمرأة، يبقى عقد النكاح يستمتع فيه الرجل بالمرأة مقابل النفقة على المرأة. يا ترى هل تقوم بخدمة الزوج طهي طعام تنظيف الثياب أو تنظيف البيت لغير ذلك، ولا هذا يلزم الزوج وبالتالي يأتي بخادم لكي يقوم بذلك عن المرأة؟ لا، المرأة جرت العادات أن المرأة لما تزوج تقوم بهذه الخدمة، وجرى العرف بذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني وكأنه الزوج قد اشترط عند عقد النكاح، اشترط على امرأته أن تقوم بهذه الخدمة، أن تقوم، لأن العرف جرى بذلك، يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنه اشترط. احنا مر علينا الكلام قبل ذلك إن المرأة لما تأتيها أمها أختها أو غير ذلك فتقدم لها الطعام، تقدم لها الشراب، ده مال الزوج، هل يا ترى بد أن تستأذن؟ يبقى ما جرت به العادة والعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى ده مال، هي أنفقت ذلك المال بغير إذن من الزوج، ولكن العرف جرى بذلك، وده عرف مستقر عندنا جميعا، نعلم هذا الأمر. أنه لو أتى إلى الزوجة من أقاربها أو أمها أو أختها أو غير ذلك فتقدم لها طعاما أو شرابا، يبقى الضيافة يعني، وبالتالي ده من مال الزوج، هل لابد أن تستأذن؟ ده الأصل فيه أن تستأذن، ولكن نعود للعرف، العرف جرى بذلك الأمر، يبقى كأن المعروف عرفا المستقر عندنا عرفيا كالمشروط شرطا، وكأنها يعني اشترطت في عقد الزواج على زوجها أنه لو أتت يعني أحد أقاربها تقدمت له ذلك وذلك، ومثل طعام والشراب وهذه الضيافة، يبقى كأنها اشترطت هذا الأمر، لأن ده أمر معروف مستقر عندنا، يعني أمر على ذلك، ليس هناك نوع من أنواع الاعتراض على ذلك، وإن اعترض الزوج على ذلك يبقى حنستنكر على ذلك الأمر، عندما يعترض يعترض أنها أنفقت من مالي دون استئذان، نقول حنستنكر هذا الأمر من الزوج، لأن ده أمر تعارف عليه وجرت به العادة. فكذلك عمل المرأة في بيت زوجها، هذه فاطمة رضي الله عنها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الراحة، بتعمل في البيت تطحن الحبوب إلى غير ذلك، بتعمل بيدها، فبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها. إيه سبب المجيء؟ يعني أرادت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم يقوم لها بهذا الأمر،
يبقى يتحمل عنا مشقة ذلك العمل. لكن الشاهد ان هي بتعمل بيدها وتقوم بطحن ذلك هذه الحبوب، يبقى ما تلقى في يدها من الراحة. ولغى انه جاءه رقيق فلم تصادفه وذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، تركت الرسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. فلما جاء اخبرته عائشة رضي الله عنها قال علي بن ابي طالب فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم قال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ فإذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. يعني نقول على ذلك الأذكار والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى التقييم يعني بيعلمنا كده إزاي إحنا نقيم هذه الأمور. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، بس المطلوب من الإنسان هو يشعر هذا الشعور فعلا. يبقى ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر وغيرة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى ترى ده عبارة عن ألفاظ إحنا نتكلم بيها ولا إحنا فعلا بنستشعر ذلك الأمر؟ هل وصلنا إلى هذه يعني المرتبة؟ أرحنا بها يا بلال، فعلا بنجد الراحة في الصلاة، نجد الراحة في الطاعة. الطاعة مبناها على المشقة، ولكن يجد المؤمن فيها الراحة. طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم مشقة الطاعة لكن هو بيجد لذة هذه العبادة في قيامي في صيامي في ذكري في استغفاري في صدقتي، أي طاعة بيفعلها، ولكن دي محتاجة إلى مجاهدة النفس. أرحنا بها يا بلال، يعني فعلا نصل لدرجة إن إحنا مع الصلاة بنشعر بالراحة بصلاح الحال وصلاح البال، سيدنا الله يصلح بها لهم، ولا يعني هي عبارة عن أداء من أديه؟ يبقى ده كده مستوى إحنا نسعى للوصول إليه، يعني نسعى للوصول إليه. ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، عايزين نصل لهذا هذه المرتبة إن فعلا الطاعة لا تعوض. وبالتالي لو وضعت الدنيا بحذافيرها أمام تسبيحة واحدة أيهما نختار؟ أيهما نختار؟ عايزين نصل لدرجة إن إحنا نختار التسبيحة، لأن دي باقيات الصالحات كما قال ربنا سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بينا قبل ذلك أن الدنيا تفنى ترحل، لكن الحسنة باقية، دي حسنة باقية ولا تفنى. يبقى التسبيحة دي لا تفنى، لما نقول الحمد لله لا تفنى، الصلاة لا تفنى، أي طاعة لا تفنى، لكن الدنيا تفنى. فدنيا فانية مقابل حسنة باقية، يبقى أي طرفين أرجح؟ يبقى الحسنة الباقية. الكلام ده مع مجاهدة النفس، محتاج كده أن احنا أصحح الرؤية حتى أصل إلى الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة لما أصل فعلا أرى ذلك، يعني لو وضعت الدنيا بين يديك مقابل أن تترك رغيبة الفجر، يا ترى ممكن هنترك رغيبة الفجر مقابل الدنيا؟ وأن يتأول الإنسان هو هيتصدق بكذا وكذا ويفعل طاعات ويفعل كذا وكذا بالمال الذي سيأتي إليه، ولا يا ترى كيف يكون الحال؟ يبقى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتم التقييم الصحيح، كيف يتم التقييم الصحيح. لذلك قال أيكم يحب أن يأتي إلى عسفان أو بطحان فيأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ مين منكم يحب الكلام دوت؟ يحب أنه يأتي إلى هذا المكان بطحان أو عسفان ويأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يعني حيلاقي كده ناقة كده أو ناقات كومومات ويأخذ منها من غير إثم وقطيعة رحم، مباح لنا يأخذ منها، كلنا يحب ذلك. الصحابة عندهم رضي الله عنهم صدق، الصحابة عندهم صدق، ولذلك قالوا كلنا يحب ذلك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأتي المسجد فيتعلم
وبآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. يعني مجرد الواحد يأتي المسجد ويتعلم القرآن، الآية خير من ناقة، وآيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، بالعدد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بيقرب لهم الأمر، يعني بيقرب لهم الأمر. ده التقريب، هو يقرب يعني هذا المفهوم. إزاي نقربه؟ يبقى يعني أيكم يحب ذلك الأمر يأتي لهذا المكان ويأتي بناقتين كمواين، ناقة من أعظم النوق يعني، من غير اسم ولا قطيعة رحم، يعني مباح، ده لا سرقة ولا غير ذلك، ده مال كده يعني، من حاز ذلك المال أخذه. فيا ترى مين؟ كلنا نحب كذا هذا الأمر. المال ده أمر مزين داخل النفس، صدق الصحابة رضي الله عنهم، زين الناس حب الشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة ذوي الفضة. نحب المال، نعم، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الحرص على الحياة والحرص على المال، حرص على الحياة والحرص على المال، نحب الحياة نحبها، وبنحب المال نحب المال. لكن يا ترى لماذا تحب الحياة ولماذا تحب المال؟ عشان أنا ننفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى حبنا للدنيا ليس من أجل طول العيش، ولكن لما فيها من طاعات، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. نتمنى المال لكي أفعل بها كذا وهكذا وكذا، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينفق ذلك المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى يتمنى المال ليس من أجل تحقيق الرغبات والملذات والشهوات، ولكن هو بيحب المال عشان ده وسيلة من الوسائل التي تقرب من خلالها إلى ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الطاعات هي موجودة أمامنا. يبقى لأن يأتي حلقكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وبعددها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا دي فاطمة بضعة مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أغضب فاطمة هيغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أنه وقف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرادنا نتزوج على فاطمة، يعني كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرادنا نتزوج على فاطمة حتى تزوج عليها، مخافة أن تفتن في دينها، وقال أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ولكن ده فاطمة بضعة مني، إذا ما أغضبها أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحزنها أحزن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أرشد ابنته إلى أي الأمور أرشدها، يبقى أرشدها طلب الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك إيه الأفضل للخادم؟ ده عساها يريحها، يعني يشيل منها عناء ذلك العمل ومشقة ذلك العمل. وإحنا نقول ممكن بعد ذلك بقى مع التفرغ تستطيع أن تؤدي المزيد من الطاعات، ممكن سنة أول ذلك الأمر. لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34، ودي من أذكار النوم، هذه من أذكار النوم، يعني أذكار النوم يعني كثيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها هذا الأمر من التسبيح، أو يبقى قال سبحا 33. ولما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته، يبقى أرشد ابنته إلى خير الأمور، خاصة فاطمة رضي الله عنها، يبقى أرشد إلى خير الأمور. هل هو يعني أراد لها المشقة والتعب والعناء؟ لا، ده بيسعى لإزالة ذلك عنها، ولكن هو ينبه أيهما أفضل، اسعى لإيه؟ يعني عمل الإنسان، توجه الإنسان، دائما توجه الإنسان إلى أمر الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ده من أذكار النوم، قال فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم، ده أفضل من خادم، أفضل من خادم، يبقى خير لكما. يبقى أدي التقييم، يعني الموازنة بين الأمرين، يبقى أي الأمرين؟ خادم يريحها ويزيل عنها العناء والمشقة، ولا هذا الذكر الذي تواظب عليه كلما أوى الإنسان إلى فراشه؟ يبقى هذا الذكر هذا خير من هذا، والباقيات خير عند ربك، خير عند ربك، فما أتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
لازم الشعور كده يعني أمور الآخرة أمور الطاعات خير من الدنيا لو وضعت بين ذا الإنسان بحذافيرها. فلذلك ده هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، وإلى فاطمة رضي الله عنها ابنته، فدلهم على إيه؟ على خير الأمور، فخير لكما إن خادم. الشاهد من كده عمل المرأة في بيت زوجها، يبقى المرأة تعمل في بيت زوجها، تعمل المرأة في بيت زوجها، وجرت الأعراب بذلك الأمر، جرت الأعراب بذلك الأمر. يبقى لما نيجي نقرأ كده في كتاب يبقى إن المرأة للاستمتاع والنفقة مقابل الاستمتاع، وليس لها أن تعمل في بيت زوجها لغير ذلك، يبقى ده كأحكام فقط، لكن كواقع بقى وتطبيق لا، فين الأمر العرفي تعارف عليه اللي جرت العادة بذلك الأمر. لذلك يبقى لما يأتي الزوج ويشتكي أن زوجته لا يعني لا تقوم بتنظيف البيت أو الثياب أو غير ذلك، ننكر عليها، هننكر على ذلك. ليه؟ لأن ده أمر متعارف عليه، مرة تعلم كده أنها لما تنتقل إلى بيت زوجها هتقوم بهذه المهام وهذه الأعمال، هذه المهام وهذه الأعمال، وبالتالي هننكر على المرأة إن لم تقم بذلك، إن لم تقم بذلك الأمر. قلنا لأن ده متعارف عليه ومش محتاج إلى كلام، مش محتاج إلى اشتراطات تشترط كده في العقد، لأن ده عرف متعارف عليه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا باب خادم المرأة، قال في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك، منامك 33، تحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، ثم قال سفيان: إحداهن 34 للتكبير، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليت صفين؟ قال: ولا ليت صفين. يعني مهما كانت الفتن، تكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ترك ذلك الأمر، ما ترك يعني أن يتخلف عن هذا الذكر بعد هذا التعليم والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم دايما ملازم للطاعة، يعني ملازم للطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يا ترى أنا أقبل القول ده إزاي؟ سمعنا وأطعنا، هذه سمعنا وتعلمنا المسألة ووعينا المسألة، المطلوب بعد كده التطبيق، وأن يلازم هذا التطبيق ويستمر ويستديم بعون ربه، وهذا المد من رب سبحانه وتعالى يستمر ويستديم على ذلك، يكونش أبدا في داخله نية أن ينقطع عن هذا العمل، ولكن نية أن يستمر ويستديم على ذلك العمل. وكان عمله ديما صلى الله عليه وسلم، ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب على هذه الطاعة، يبقى كان عمله ديما كما تقول عائشة رضي الله عنها. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع، يبقى أحب الأعمال الله أدومها، نحن نداوم على الطاعة ونقطعها ولو كانت قليلة. فكان عمله ديما صلى الله عليه وسلم، ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها ويستمر ويستديم على ذلك الأمر. فلذلك قال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، 100، يبقى 100 من تسبيح وتحميد وتكبير يوميا عند النوم، غير أن هي بتقال في أذكار الصلاة كما هو معلوم، يعني بتقال في أذكار الصلاة لك وأذكار الصباح أو أذكار المساء أذكار النوم، يبقى دائما كده التسبيح والتحميد والتهليل. وبرضك بنؤكد يعني على مش المطلوب تحقيق العدد فقط، يبقى قلنا العبادة كم وكيف، إزاي أسبح؟ يبقى أنا عرفت أن أنا أسبح عند النوم 33، لكن كيف أسبح؟ عرفت أن أنا في أذكار الصلاة أسبح 33، يبقى كيف أسبح؟ يبقى عرفنا العدد، يتبقى أن احنا نقف على كيفية الأداء، الكيفية دائما نهتم بمسألة الكيفية. إنسان بيبقى في عجل من أمره، وكل ما يعني في المسألة أن هو يؤكد على نفسه أن يحقق العدد، أن يحقق العدد، دي طاعة.
وأي طاعة لابد أن يكون لها أثر على المنسوب الإيماني للإنسان، وأن المنسوب الإيماني بيزداد مع ازدياد الطاعات. يبقى الإيمان قوله عمل وبيزيد وينقص، بيزيد بإيه؟ بالطاعات، ينقص بالمعاصي والمخالفات. يبقى الإيمان ده بيزداد بإيه؟ بالطاعات. يبقى سبحان الله دي طاعة، الحمد لله دي طاعة، الله أكبر دي طاعة. يبقى لازم أنا أستشعر بزيادة المنسوب الإيماني. بس إمتى بستشعر الكلام ده؟ لما يكون الأداء صحيح، لما يكون الأداء صحيح. زي الإنسان بيصلي، هو صلى ده في ظنه، ولكن يا ترى دي صلاته مقبولة أم لا؟ ممكن يكون صلى وحتى نقول أتم الركوع والسجود وأتم كل الأركان، ولكن هو يعني كان لم يدرك ما فعل، لم يدرك ما يفعل. والإنسان ليس له صلاة إلا بقدر ما عقل منها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو سرح كده في صلاته من أول ما قال الله أكبر لغاية لما الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، هو سرحان يعني، هو بيتحرك معه بيأدي. الله أكبر ركع الإمام ركعنا، رفع الإمام رفعنا، سجد الإمام سجدنا، لكن خرج من الصلاة. هل أنت بتستشعر فعلا أن المنسوب الإيماني ازداد؟ هذه طاعة، وبالتالي الطاعة دي ازداد بها الثواب والحسنات، فيزداد بها المنسوب الإيماني. هل شعرنا بكده؟ يعني ده لازم يبقى عندنا تقييم ومعيار، احنا بنزن هذا الأداء عن طريق هذا المعيار. يبقى ازداد الإيمان أم لم يزداد ذلك الإيمان؟ يبقى أي طاعة لازم يكون لها أثر، فين أثرها؟ فين يعني كيف تأثر بها أو تأثر الإيمان بهذه الطاعة؟ يبقى لما أقول سبحان الله هقولها فعلا والواحد منتبه، يعني سبحان، لو سألتك ما معنى سبحان الله؟ يبقى على طول إجابة واضحة جدا، أنا مستحضر الإجابة، أنا في تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة عن النقصان. ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق جل في علاه، فيبقى أنا معاني كده سبحان الله، أنا منزل الرب الحمد لله، ما دي كلمة ودي كلمة ودي كلمة، دي كلمات كلها، سبحان الله كلمة، الحمد لله كلمة، الله أكبر كلمة، لكن لازم أستشعر في تباين في المعنى. يعني الحمد لله استشعرها ازاي؟ الله أكبر استشعرها ازاي؟ سبحان الله استشعرها ازاي؟ لا، هي كلها كلمات، ولكن لازم يكون في ده المعاني متباينة أساسا. طب المعنى ده في مستقر في النفس، بالتالي أنا بستصحبه لما أقول سبحان الله، خلصت يعني العدد بتاع سبحان الله، بنتقل إلى الحمد لله، بجيب أنا يا ترى المعنى، ما معنى الحمد لله؟ بستشعر فعلا الحمد لله، الحمد لله فعلا بتخرج من قلبي الحمد لله. ولماذا كان الحمد لا يستحق إلا الرب سبحانه وتعالى؟ الله أكبر، احنا عندنا كده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر. يبقى تستشعر الكلام ده، هو يبقى مش عبارة عن أنا قلت 100 مرة وبالتالي، لكن فين الأثر؟ ما ازدادش الإيمان، مش شفناش كده في زيادة. طب أنت شعرت كده وكأن الإنسان يعني تناول وجبة غذائية فعلا متكاملة، ما هو تزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى دي زاد، التسبيح ده زاد، التحميد ده زاد، زاد زاد، يعني كهذا الزاد اللي احنا لما يطعمه الإنسان بيشعر بسد الجوع والعطش ويشعر. يبقى دي وجبة مغذية فعلا، وجبة يعني أثرت في شبع ذلك الإنسان. طب أنت مقابل بقى كده وتزوده فإن خير الزاد التقوى، يبقى مع التسبيح مع التهليل ده زاد زاد. يبقى شعورك فعلا زي ما الإنسان اللي هو تناول زاد الدنيا يشعر كده بالشبع، وانت يا ترى بتشعر بلذة هذه الطاعة وتلك العبادات؟ ويتمنى الإنسان لو استزاد من ذلك الأمر، ويتحين الفرصة لكي يستزيد من ذلك الأمر. ده حال المؤمن دايما، حاله يعني مش عبارة عن كده، الواحد بيأدي لهية قلوبهم قلب في حاجة تانية خالص، لكن لا، فين اللي هو بستشعر هذا المعنى واستحضر ذلك المعنى اللي هو مستقر في نفسي وفي قلبي. والقلب لا يغفل، لأن أصل الذكر بالقلب ويتواطأ معاه ذكر اللسان، غير لما يذكر بلسانه ولهية قلوبهم. لذا المطلوب فعلا أن يكون ذكر القلب، والتعبير بيكون عن طريق اللسان. يبقى قلنا سبحان الله، يبقى نطق القلب بذلك وعبر اللسان، قلنا الحمد لله نطق القلب بذلك وعبر اللسان. يبقى اللسان ده آلة التعبير عن أعضاء الإنسان، منها
القلب. فيبقى استشعار كده، استشعار عشان فعلا يزداد الإنسان إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى بيزداد إيمانه مع الآيات، لأن الآية بتوجب عليه عمل أو مقتضى معين، وبالتالي على ذلك بيلتزم هذا الأمر فبيزداد إيمان ذلك الإنسان. فقال خادم المرأة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم. طلب المرأة الخادم، ما فيش حرج تطلب ذلك الأمر، قلنا خاصة أنها كانت أو كانت من بيئة اجتماعية عندها خادم بيقوم بخدمتها، يقوم بخدمتها. يبقى الرجل لما تزوج المرأة والمرأة دي ممن تخدم أساسا، يبقى يأتي لها بخادم، يأتي لها بخادم، إلا أن هي أساسا اكتفت بذلك الأمر. يعني والأصل كده هي بتقوم بالخدمة في بيت أبيها مثلا، فهي بتخدم في بيت زوجها، لكن غير لما يكون في امرأة أساسا هي بيقوم هناك خادم يقوم على هذه الشؤون. يبقى المرأة لو طلبت ذلك الخادم تطلب ذلك لو كانت ممن يعني كان يخدم، من يخدم والزوجة عندها المقدرة على ذلك، إلا لو كان الزوجة ما عندهش مقدرة والزوجة قابلة ذلك الزوجة تعلم أنه لن يأتي لها بخادم، فإن طلبت ذلك يبقى ليس وجوبا عليه، ليس وجوبا على ذلك الزوج. قال لأنها تعلم من حاله، تعلم من حاله. قال باب خدمة الرجل في أهله. قال في رواية عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج، إذا سمع الأذان خرج. احنا قبل ذلك قلنا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وقلنا دي جملة احنا بنرددها، لكن يا ترى تفصيلها بيكون ازاي؟ يعني كان خلقه القرآن، يبقى لما نيجي كده وعشرنا بالمعروف من الذي طبق هذه الآية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق مدلول تلك الآية، يبقى كان خلقه القرآن، يتحرك من خلق القرآن. فبالتالي وعشرنا بالمعروف ازاي أنا يعني أطبق هذا الكلام؟ ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية عشان نتعلم فعلا كيف تكون المعاشرة بالمعروف، كيف يكون حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، حسن وحسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الوفاء مع خديجة رضي الله عنها بعد موتها. يبقى على ذلك المعاشرة بالمعروف، ازاي بقى حسن المعاشرة؟ ارجع كده إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سألوها عن خلق، سألوا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن. يعني إيه خلق القرآن؟ يبقى انطلاقه دائما من خلال الآيات، ما دلت عليه الآيات وأرشدت هتجد التطبيق العملي. عشان كده إحنا بنقرأ القرآن وانظر بقى إلى التطبيق العملي لأي أمر من الأوامر تجدها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف أطبق ذلك؟ ارجع للسنة. يبقى عشرنا بالمعروف، طب أنا عايز أحقق دهيت في حياتي الزوجية، ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حياتي الزوجية. يبقى كيف كان يطبق ذلك الأمر؟ ارجع كده لحياتي الزوجية تتعلم كيف تكون حسن المعاشرة مع الزوجة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، كان حركته في البيت ازاي او افعاله في البيت ازاي، وجوده في البيت يعني، فقالت كان يكون في مهنة اهلي، فاذا سمع الاذان خرج، فيكون في مهنة اهلي. يبقى اذا كان بيقوم على حاجتي او على مهنة اهلي بيساعدهم يعني اي نوع من المساعدة، ولكن لما تأتي الطاعة خلاص كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما تأتي بقى الأذان قال فإذا سمع الأذان خرج، يبقى لا ينشغل أبدا بذلك عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، لكن دام المعاشرة معاشرة بالمعروف، يبقى في مودة في ألفة، دي قيم التعامل بين الرجل وبين امرأته، هي قيم التعامل مبنى على المودة والرحمة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وده كلام مجمل محتاج إلى وضوح وتفصيل عشان نبدأ أعرف أطبق هذا الكلام إزاي.
الله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة، مودة ورحمة. طب يعني مودة ورحمة يبقى ازاي انا اطبق، ازاي اتعامل من خلال القيم ده، هي يبقى فين المواطن، فين يعني كيف يكون التطبيق؟ لازم يبقى واضح جدا عشان لما نيجي نسعى للتطبيق، اسعى للتطبيق مع البيان الواضح، لان مع البيان الاجمالي مش هنطبق، لكن التطبيق بيحتاج دايما الى تفصيل والى بيان واضح. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اذا لم ينفق الرجل، فالمراه ان تاخذ بغير علم ما يكفيها ولدها بالمعروف. اذا لم ينفق الرجل، فالمراه ان تاخذ بغير علم ما يكفيها ولدها بالمعروف. ذكر في روايه عن عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه ولا يعلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى المراه اذا منفق الرجل، فالمراه ان تاخذ بغير علم ما يكفيها ولدها بالمعروف. نعم، ولكن احنا يعني المفترض المراه امينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هند بنت عتبه رضي الله عنها البينه، تاتي بالبينه على ذلك انه رجل شحيح، ولكن هي كما قالت هنفتنا من خلال القول، وبالتالي دائما بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، لم يستحلفها يعني تقسم بالله سبحانه وتعالى ان هذا هو الواقع، ولم يامرها ان تاتي بينه، ولكن هي فتوى، ان كان الحال كما تقول فلا ان تاخذ بغير علمي، ولكن القدر قد ايه؟ بقدر ما يكفي ولدها بالمعروف. المعروف قلنا يبقى ما القدر الذي يعني عرف بالعاده وجرت به العاده، يبقى ده المعروف. ايه المعروف؟ يبقى المعروف نقوله بالنسبه لهذه الاسره غير معروف بالنسبه لهذه الاسره. يبقى على حسب الاوضاع ذاتها، فبتختلف الحالات الاجتماعيه بتختلف او الاحوال الاجتماعيه بتختلف. فانت المعروف ما تعارف عليه، ما القدر الذي جرت به العاده، ويبقى ده المعروف، ردها الى ذلك الامر. وبالتالي على ذلك هي امينه على نفسها وامينه على والدها وامينه على دينها. فان سالت يبقى السؤال دهوت مش هيحتاج الى تعقيب، ولكن لو كان كما قالت فلك ان تاخذي من مالي بغير علمي. ولكن ايه القدر يبقى؟ يبقى مش مسموح كده تاخذ ما ارادت او ما اشتهت، ولكن بالمعروف، ولكن بالمعروف. يبقى تكون ايه؟ يعني ده الامر بيحتاج الى ايه؟ الى مراقبه الرب سبحانه وتعالى، تراقب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك رقيب الا الرب سبحانه وتعالى على كلمها وعلى تصرفها. فان اخذت تاخذ بغير علمي، ولكن لا تتعدى هذا القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم ينفق الرجل، فالمراه ان تاخذ بغير علمي ما يكفي ولا ده بالمعروف. نعم، يبقى لا ذلك الامر، لا ذلك الامر. يبقى ده حقها اساسا، يبقى كأنه هو منحها حقها، وبالتالي وجدت فرصة أن تنال هذا الحق وتأخذ ذلك الحق، يبقى تأخذه ولا تتعدى. ودي مسألة الظفر التي يقول عنها العلماء، ظفر، الظفر اللي هو إن كان إنسان لك عنده مال ويماطل، فإن تمكنت من أن تأخذ من مالي بغير علمي ولكن بقدر، يبقى ممكن أخذ حقي كده؟ ممكن. دي مسألة الظفر، أي أنه هو أساسا إيه؟ أخذ ذلك بغير علم هذا الرجل، أنه أمسك حقه. يبقى زي واحد كده أجير، وبالتالي هذا الرجل أنكر حق ذلك الأجير، وليه أجر فعلا. لو كان ليه أجر فعلا فإن تمكن من يأخذ ذلك الأجر بغير علم يبقى يأخذ، يبقى أخذ حقه ولا يتعدى، ولا تعدى. زي هنا برضك تأخذ ما يكفيه ولدها بالمعروف، لا تتعدى. مش معنى ان مسموح لها ان تاخذ من مالي بغير علمي ان هي تاخذ ما تريد وما تشتهي، لا، في قدر معين، سقف معين كده لا تتعدى. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت هذه المقدمه ان ابا سفيان رجل شحيح، وده طبعا يعني ايه؟ يعني ده غيبه ان هي بتذكر يعني ما يعيب هذا الرجل، ولكن طبعا دي من الامور المستثناه، كانت غيبه فعلا لكنها من الامور المستثناه اللي هي بترفع الامر للحاكم او القاضي عشان يحكم مساله، فبتقول له الحيثيات اللي هي يعني هذه الحيثيات اللي دفعتها الى ذلك. ذلك قال هو شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه. فيبقى الغيبه طبعا محرمه الا في مواطن من هذا الموطن، كان المراه بترفع
الشكاية إلى الحاكم أو القاضي عشان يحكم في هذه المسألة، فهتحتاج أن تذكر بعض عيوب هذا الزوج. يبقى لما ذكرتها ذكرتها من خلال هذه الحيثية، لكن لا تذكر العيب مجرد العيب، ولكن تذكر ذلك العيب لأن ده الفتوى هتنبني عليه. وبالتالي ذكرت له يعني هذه المعايب التي في أبي سفيان رضي الله عنه أنه شحيح أو مسيك وغير ذلك. قال: وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. وقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى لك أنك تأخذ ذلك الحق ولكن بلا تعد، بلا تعد. ثم ذكر الباب التالي، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يد والنفقة. قال: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يد والنفقة. ذكر رواية عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. قال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في الصغر ورعاه على زوج في ذات يد. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.